وهل تعرف الخطيبين بعضهما على بعض يسمح بخروجهما في نزهة أو رحلة دون أن يكون معهما أحد؟ إن الأمم الحديثة التي تشبعت بحضارة الغرب وتمتعت بالحرية على نطاق واسع تجاوزت به حد المعقول والمشروع، أطلقت العنان للشبان والشابات لدراسة الأخلاق والتمهيد للزواج. ونظرا لأن عادة الاختلاط لتعرف الزوجين قد زحفت بخطوتها إلى البلاد الإسلامية واجتهد الكثيرون في ترويجها، أحب أن أنبه المفتونين بهذه الفكرة إلى أخطارها، ضاما صوتي إلى صوت الواقع الملموس والحوادث المؤلمة التي يخجل منها كل غيور على شرفه وكرامته. أولا، هذا التقليد بدعة سيئة، ولعلها مما تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كما رواه البخاري ومسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ونهى عنه بقوله فيما رواه أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. وثانيا، هذا التقليد فيه النظر بين أجنبيين، ما يزالان أجنبيين حتى يتم عقد الزواج، ومع النظر قد يكون لمس وقد يكون ما هو أكبر من ذلك. فهل غاب عن هؤلاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ على أن هذه المصاحبة لا يؤمن معها على الفتاة بالذات وهما في سن الشباب، وكلنا يعرف خطورته، وبخاصة إذا غاب وازع الدين. والحديث يقول: والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما. وثالثا، أن المعاملة التي تظهر من كل منهما نحو الآخر كلها أو أكثرها تصنع ونفاق، وبخاصة في هذه الفترة وتحت سيطرة الشعور بأنهما سيكونان زوجين. ورابعا، أن هذه الصحبة تتطلب عبئا ماليا قد يكون كبيرا، يحاول الفتى أن يظهر أمام الفتاة أنه فتى أحلامها بثراء واسع وأدب جم، وكثيرا ما اضطر أمثال هذا المخدوع إلى استدانة ما يعجز عن سداده. وخامسا، في هذا التقليد تشويه لسمعة الخطيبين إن أسفرت التجربة عن فشل وعدول عن الزواج، فالناس لابد متحدثون ومعلقون على هذه التمثيلية التي أسدل ستارها على مأساة الخيبة والفشل، وهو من أخطر الأشباح التي تخيف من تحدثه نفسه بالتقدم لخطبتها بعدما قرأ بوضوح نهاية التجربة. ومن هنا أؤكد أن التقليد لا يوافق عليه الإسلام، وما شرعه من أجل التعرف بين الخطيبين هو المعقول النظيف من الأخطاء، والله أعلم.